تبجح الكثيرين وبوقاحة شديدة جدا، مفتخرين أنه رشح إلى منصب رئيس مجلس الوزراء محافظ البصرة. والحق أقول نعم، العراق يحتاج إلى شخصية كأسعد العيداني. لماذا؟ لأنه استطاع وبكل وقاحة أن يستبيح دماء أهل البصرة. فإذا استلم وظيفة رئاسة مجلس الوزراء، كم دم عراق راح يستبيح؟ خلي الحمقى اللي تطبق وتقول يرشح هذا يمثل البصرة، إذا كان هذا هو ممثل البصرة فعلى البصرة السلام. وإذا كان هذا هو المرشح لرئاسة الوزراء بهذه الحكومة فعلى الحكومة السلام. يعني بين قوسين، لا برلمانها ولا حكومتها ولا سياسيها ينفعون. شلع قلع قلم وين؟ من اللون وين؟ سلة المهملات، هذا مقامهم حبيبي، غيره ماكو. فليس بجهم والله فرحانين حضرتهم، رشحوه من قلة الخير، شدوا عليها فلوس.